نعم. لا تاخذ الحريه والقضاء والقدر. وراح ابرهن لك انه الاعمار غير مكتوبه. الاعمار تطول وتقصر. والارزاق غير مكتوبه. الاعمار غير مكتوبه. غير مكتوبه ابدا. احنا عندنا دائما انه ما مشكلتنا مع انفسنا اليقين انه من لحظه ما بيولد الانسان معروف متى سيموت. مستحيل. مش مكتوب ده في اللوح المحفوظ اطلاقا من كتاب الله. ازاي ناخذ اول فعل القضاء والقدر والكتابه؟ يا حضرتك بتقول الاعمار والارزاق. نعم. والاعمال. والاعمال. نعم. يعني الاعمار. نعم. والارزاق والاعمال غير مكتوبه. نعم. كلنا يعني او معظمنا بيعيش في هذه الحياه هو بيعتقد ان في نهايه الامر يعني أبداً. يا بني ادم مش هيجي لك غير رزقك يعني ابدا محدد ابدا. اعمالك مستحيل. كتاب الله غير ذلك. طيب اشرح لي ازاي. اول شيء في بدايه العهد الاموي خلينا نشوف كيف صارت المصادره الفكريه والعقائديه. في بدايه العهد الاموي تم تعريف القضاء والقدر كما يلي. قالوا القضاء هو علم الله الازلي والقدر هو نفاذ هذا العلم في الواقع. لذا هذا تعريف القضاء والقدر الى اليوم. يعني اذا بتسال الساده العلماء تعريف القضاء لك القضاء هو علم الله الازلي والقدر هو نفاذ. وبالتالي في علم الله الازلي ان بني اميه ستحكم وبالتالي هذا لابد من نفاذه. هي كثير. وبعد ذلك اسدل الستر وجاء هناك من احتج على ذلك وقطعت رقاب. يعني هو ليس لك مشكلة خلق القرآن بالمعتزلة لم تكن طرفا فكريا لأنه كانوا واعيين شو عم يحكوا سامعها. يعني هي كان بدنا يأسسوا مشكلة الحرية لكن خانتهم الأرضية المعرفية خانتهم. يعني الموضوع مو طرف فكري ولكن الأرضية المعرفية خانتهم. الآن القضاء من فعل القضاء خلينا نأخذ كل احتمالات فعل القضاء في كتاب الله. الاحتمال الأول القضاء والإخبار. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. ثانيا انقضاء الأجل أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. ثانيا الموت فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ثالثا الأمر ضد النهي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا. أخير القضاء والكلمة في كلمات الله هو الأمر الله النافذ اللي هو وقضى سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا القضاء إذا بتلاحظ بكل المعارفات له علاقة بالمعرفة وله علاقة بالقرار. القضاء إن كان من الله أو من الناس هو حالة نفي وإثبات في موجود. تنفي وتثبت إنه عايز ولا مش عايز قله ولا مش قله. أما القدر فهو الوجود نفسه. فالله سبحانه وتعالى ربط قضاءه بقدره بالكلمات. لذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هذه الكلمات. فالقدر هو الوجود خارج الوعي. نحن قدرنا بين كون والموت قدر.